ومعي هاتفيا رئيس حزب الاتحاد والمنسق العام للتيار الإصلاحي الحر المستشار رضا صقر. سيادة المستشار، ونحن نستعرض أبرز ملامح عام 2023 على من أبرزها إن لم تكن أبرزها الانتخابات الرئاسية، فيما ترى أوجه الاختلاف في هذه الانتخابات تحديدا فيما يتعلق بنسبة المشاركة أو في أجوائها بشكل عام؟ أهلا بحضرتك وبالسلامة. طبعا الانتخابات السابقه دي كانت انتخابات، يعني مش سابقه، دي لسه حاليا يعني. هذه الانتخابات كان فيها عده مظاهر مختلفه. اهم مظهر كان موجود هو التعدديه اللي كانت موجوده، والتعدديه الحزبيه اللي كانت موجوده في ثلاث احزاب مرشحين وحزب ومرشح مستقل هو السيد رئيس الحزب. والتعدديه دي كانت ناتجه من انفتاح الحياه السياسيه من الحوار الوطني، لان في الحقيقه الحوار الوطني هو كان جامع لكافه مكونات المجتمع وخلق مساحات مشتركه على كافه المستويات بين الاحزاب وبين ابناء الوطن في هذا الحوار. ومنذ انطلق الحوار الوطني وهو عمل تعدديه وعمل فرصه للاحزاب، وكان انفراجه للاحزاب السياسيه انها تنطلق وتقدم مقترحاتها وتشارك، وشعرت الاحزاب ان هناك انفراجه وانفتاح للحياه السياسيه، وبالتالي تحملت مسؤولياتها وشاركت، ثم انطلقت في استحقاق دستوري هو الاعلى في الدوله المصريه وهو انتخابات الرئاسه. نعم. انطلقت وتقدمت باوراق مرشحين ثلاثه وفقا لاتجاه اليمين، يمين الوسط ويسار الوسط، وثلاث احزاب لهم ايديولوجيات مختلفه ولهم تاريخ طويل. حزب الوفد له تاريخ طويل داخل الاسر والبيوت المصريه، وبالتالي التعدديه اللي نتجت من الحوار الوطني نتج عنها كمان المشاركه، كثافه المشاركه في الانتخابات. نعم. التعدديه ادت الى ان كل الناس نزلت، لان كل واحد لقى طريقه، كل واحد لقى مساره. الوفدي نزل ينتخب، اللي ليه توجه مع حزب الشعب الجمهوري نزل، اللي ليه توجه مع حزب اخر نزل، فبقى في التعدديه نتج عنها كثافه مشاركه المواطنين في انتخابات الرئاسه، وشعروا بان انتخابات الرئاسه بتدار في جو من الشفافيه والمصداقيه، بتدار تحت هيئه وطنيه منظمه وضعت قواعد واسس وفقا لاحدث الوسائل التكنولوجيه الموجوده في العالم، ايضا تحت اشراف قضائي عادل ونزيه بيضمن صوته ويضمن شفافيه والحياد من العمليه الانتخابيه. طيب، فيما يتعلق سياده المستشار بهذه التعدديه الحزبيه، يعني هناك طرحين ان هذا الحراك للاحزاب السياسيه كان مرتبطا فقط بالانتخابات الرئاسيه، وهناك من راى انه بدايه لاثراء الحركه السياسيه في مصر وتواجد الاحزاب. مع اي من الطرحين يعني انت تتجه؟ انا شايف حضرتك ان هو بدايه لاثراء الحياه السياسيه داخل الدوله المصريه، وده كان على ارض الواقع مش كلام، لانه انتخابات الرئاسه اثبتت ان التعدديه اثرت الحياه السياسيه. نعم. ومنذ الانطلاقه ديت الاحزاب السياسيه، السيد الرئيس في اول خطاب ليه بعد نجاحه اكد على استمرار الحوار الوطني، واكد على انه هيستمر في تأييد مخرجات الحوار الوطني، وان الحوار الوطني هيبقى له شكل اخر مختلف عن المرحله الاولى. نعم. وذلك بعد خروج الانتخابات الرئاسيه بهذا المشهد الحضاري اللي نال احترام العالم والمنظمات الدوليه اللي تبعت العمليه الانتخابيه، وده كان بيعتبر بمثابه تمهيد لممارسه ديمقراطيه حقيقيه. نعم. مناخ ايجابي داخل الدولة المصرية، وكانت الرؤية باينة في المرشحين. المرشحين كانوا بيمارسوا حقوقهم وبيعملوا برامجهم وبيطلعوا في التلفزيون في مسافات متساوية زي ما الهيئة الوطنية أعلنت. وبالتالي أنا شايف إنه الحدث ده أثر الحياة السياسية، ومش دلوقتي وبس، أنا أعتقد إنه المرحلة اللي جاية هتبقى مختلفة تماما. مزيد من الإثراء. أشكرك، وضحت فكرتك. أشكرك سيادة المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد والمنسق العام للتيار الإصلاحي الحر.